عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوه. ملكوت السماوات وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين. رحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب لا بأن متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك لأن أعين كل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين يسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك. مبارك أنت يا رب أن اللي برك يا رب رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. وبنورك يا رب نعين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جاهد والاعتراف للرب والترتيل لاسمك يا العلي برحمتك في الغد ويتحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس قال قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد مع عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولظهر الدهور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا زلتنا افتقد مرضى شعبك الشيوخ من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا. الذي بلا خطيه يا رب عنا اقبلت البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح. سلام لك يا نسالك يا تقديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين ولدت الاله ام المسيح سعيد صلوات لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي وردت النور الحقيقي المسيح لنا العذراء قديسه سعيد الرب عنا ليصنع رحمه نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ولدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتيه لكان معنا الخلطين. شيريني أوتي بارسين استيور وإمينا ليسيني شيريب شوشن تنتي هو عبي بمبو تيرو ستاتي Ereb sol selim Maria, keni feo esta et choisa ovi namim besmineris estovemo. Katavriti et avgo senje David, chembi eb salmo jesu, hierat senjeti orosa ovi nam. Solomon moti eros chem bigo enteni gom jetasoni ovota ejviri tabolisem mi eros elim avti mini gar eros chen han mi shen ranevet chosi jami evol chem big osi et sod ben aromata shereni oti parsen stioro em min elisini Cherem shoshon te ben gelgare bonan emmanuin. Tenti
هواري بن نبت يبروستاتي سيدن أدمارم بن شايف شوبي إن سوال سوم سيغون خيني متشو سي دارك إن خيطو تن شوست نترين تسيو تو كوس طيام بارسينو سنسيوني بين باتي هم ويتار وين صوتي رن آغا صوص دولي نايخي سيبول هارون تفسم نينان تبهيري شيريني اوتي بارسينو سيورو امين آلي سيني شيرب شوشون تبنجنو ساري إمانو إيل تنتي هو آري بن نبوت يبرو ستاتي سيتن اوت نارم بن شوي سيدو بخريستو سيدف كان إنو بينا نبول نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا تو عزراء قديسة ولدة الإله لأني قلت أنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فقر الرسل لكليل الشهداء تهليل الصدقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق الى حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العدو بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة ونفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية أمين تنجوش تفول خايتين تيانا استاسي سنتيني رف موت نمبي اون خين تبي اون اسنيو آمين اللهم ارحمنا قرر لنا رحمتان ترأف علينا آمين اسمعنا آمين باركنا احفظنا وأعيننا وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا كيريالي
يكون. شيري ماريتي أوروتي بوين لولي ناطر خلو سيتم بيؤي إروي إروس عوجين بيسمه انتبون خين خيط سب شيري ام افنوتي خنو ام اسمي لي عبد شي صارك سخن تي ترسينوس عزيزي ام مفعف صوتي ام مفعف عن النبي نامي ام اطوط عيشلت همي اشار صادي اطا يوجي ابيلو ابيلو وسنتي أبشي صارك سهول انخيتي نم انس في مئت هجن بيكاهي أسر ما بئم ابنوتي ابيل اروجي انسو اسهي مئن رمن كاهي آري إرما بن بيرف سو أنت أوميش إنس في ميتشي طايو أرشاشني إتي إمت أورو على إمبو إيبو إيبي طايو سيس نسوس خني هيو مي إنسو غرب بي برغوس تشو إتاو جي أفشو يامي انخيت فيتي باي بيمانو إتاو إي أفشو بيخين تيني مارين تايو إنت بارسيني يا إنتي شيلي إتنات كاكياتي كاسا إمبان آجياتي سيوتو كوسماري هي عريتشي سي اهوتي اربيتي اتايوت اهوتي ابكا نمسون تيني بين اتم انخيت جي عري ارما بين بي إن إنسو غار إلي سوز بما إنشم إتن كاسارو سنت بخريستوس بينم فيوس كاتاني اسمي ام ابرو في تيكو اون ارب ريز بابين اهري اكون او تن شوي سنبتي رنتي سي اوتو
ماري اسما بن إيسوس بخريستوس انتفقان النو نان إيبو لك إسما أروتم أليسو أسنم بكيوتنا أغاسو أسنم بابن إبما إسوى أبجي أكي أكوتي سبع مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكل ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدور وإله الآلهة يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة وقلب حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتهليل كلي فلنسجد له ونرتل لأمه مريم الحمام الحسنة ونصرخ بصوت التهليل قائلين سلام لك يا مريم أم عمانوئيل سلام لك يا مريم خلاص أبينا آدم السلام لك يا مريم أم الملجأ سلام لك يا مريم تالي الحواء سلام لك يا مريم فرح الأجيال سلام لك يا مريم فرح هابيل البار سلام لك يا مريم العذراء الحقيقي سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم غير الدنيسة الهادئة سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم سلام لك يا مريم الإكليل الغير المضمحل سلام لك يا مريم خلاص إسحاق القديس سلام لك يا مريم أم القدوس السلام لك يا مريم تهليل يعقوب السلام لك يا مريم ربوات مضاعفة السلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب سلام لك يا مريم ابنة الملك داود سلام لك يا مريم صديقة سليمان سلام لك يا مريم رفعات الصديقين سلام لك يا مريم خلاص أشعياء السلام لك يا مريم شفاء أرمياء السلام لك يا مريم علم حزقيال السلام لك يا مريم نعمة داني السلام لك يا مريم قوة إيليا السلام لك يا مريم نعمة إليشع السلام لك يا مريم والدة الإله
لله السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، السلام لك يا مريم أم ابن الله، السلام لك يا مريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها، مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصارون أيتها الممتلئة نعمة، ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها، حبلت وولدت بغير مبادعة ابن العلي الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها، افتح لنا يا رب باب الكنيسة، أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين، هل نسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا، دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور التي طلعت وأظهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء، مثل عصا هارون الكاهن أظهرت وأوثقت سمران، لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبتوليتك بغير فساد، فلهذا نمجدك كوالدة الإله، اسألي ابنك ليغفر لنا من بور تتيهرني مينان انتك سمني نان انتك هيريني كان نوبي ناني فول غوري فول اني غوش انتتي اكليسيا اري سوكتيروس النسكيم شايني عمانو الالهنا في وسطنا الان بمجد ابي والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا، تنوش تمكو بخريستوس نمبك يوتن أغاسوس نمببنو جاك إي أجسوتي أمون، السلام لك يا مريم يا أم الله، السلام لك يا مريم يا بكر بيت العروس، السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة، السلام لك يا مريم يا ثمر لذيذة طعمة، السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس، السلام لك يا حملت الغير محسوس، السلام لك يا مريم يا خليلة سليمان، السلام لك يا مريم يا دواء يبرئ التعبان، السلام لك يا مريم يا ذات البتولية، السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية، السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور، السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور، السلام لك يا مريم يا شافعة في المؤمنين، السلام يا صلاحا للخاطئين، السلام لك يا مريم يا ضياء في البرية، السلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان، السلام لك يا مريم
يا عروسة للديان. السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة. السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة. السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب. السلام لك يا يا كنز الله المرهوب. السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد. السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد. السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط. السلام لك يا يا هيكل نقي مضبوط. السلام لك يا مريم يا والدة الإله. السلام لك يا مريم يا لائق له في علا. السلام لك يا مريم يا ياوت غالي الأسمان. السلام لك يا مريم يا في البستان تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين. الكل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين. اكسياتي اجي مريتي باب سينوسا. اكسيوس ميخائيل بنشتي عرشي انجلوسا. اكسيوس ابا انطونيوس نيم ابا بابلي. يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا. شليل إيرني باسي نبماتي. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوب لعيونكم لأنها تبصر وليدانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. يا رب اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك. يا رب الهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى. اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا. والليل مرور
في اسني يوخن فران ام بشوي سنتيني قوم كيري فلوكس توكاتا متي اون اجيو اف انجيليو تو انا غنوزما لوكسانسي كيري كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ميريلو البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا سو بنوتو بن سوتيرو بن اورو تيريني سوز بخريستوس بشيري مفنوتي تونخ بي او او نفشا اني بي او فمنوتي بي شا اني انتنيني تيرو امي لقصاصي كيري من مزامير تراتيل ابينا داود النبي بركاته على جميعنا لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مساحي ولا تيأسوا إلى أنبيائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي هللويا مبارك الآتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي ملك المجد الدائم إلى الأبد آمين وفيما هو يتكلم سألوا فريسي أن يأكل عنده فدخل واتكى وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنطقون خارج الكأس والصحفة وأما داخلكم فمملوء اختطافا وخبسا أيها الجهال أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا بل أعطوا ما عندكم صدقة وها كل شيء يتطهر لكم ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسداب وكل البقل وتكتاوزون عن الحق ومحبة الله وكان يجب أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك الآخر ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق ويل لكم أيها الكاتبة والفريسيون المراؤون فإنكم مثل القبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشيون ولا يعلمون فجاب واحد من الناموسيين وقال له يا أيها المعلم عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا أما هو فقال وأنتم أيضا الناموسيون ويلا لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة وأنتم لم تمسون الأحمال بأحد أصابعكم ويل لكم فإنكم تبنون قبور للأنبياء وأباكم قتلتوهم فأنتم إذا تشهدون وتسرون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كيما ينتقم من هذا الجيل للدم جميع الأنبياء المسفوك منذ إنشاء العالم ومن دم هابيل إلى دم زكريا ابن براشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت نعم إني أقول لكم إني سأطلب من هذا الجيل والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح
شوف واحد غيره، مش هو رد قبل كده ما ردش، شوف حد غيره، قول انت حد، حد تاني، حد تاني. خيم بخريستوس يسوس بن شويس تسكيف العاصمون تو كيري وكلي انابيون سو كيري روس خومن سيو متابوفو امي ايريني باسي تنهيلاتي سو الله خد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل رباطات خطايانا يعني من قبل الام المخلص المحيي الذي نفخ في وقت تلاميذ القديس في اطهار وقال لهم بالروح القدس من غفرتم لهم خطايانا غفرت لهم من امسكتموها عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا عم تعمل في كنيوت في كل زمان من قبل رسلك الأطهار في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض بتحلق رباطات الظلم. الآن أيضا نسألك المسلحة مع بشر عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. أرزقني يا رب رحمتك وقت عنا يا رب كل رباطات خطايا كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغرام جزا قلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس. أنت يا رب سيد العارف ضعف نسبة صحيح البشر ألمنا من فخطين باركنا طهرنا حال المحال كل شعب نخم مجد وكرامة من سيدك أنت باركنا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليل ويازك سابت ريكي وكين كان إن كاين كيستوس يون أستون يون ونام إن تنوشي بولف غوين مجي وبن شوي سيسوس بي اسموني مويمي في عروم عريبك ناين امتكيريني او ان صفتن بك لا او ستي امون او ناينان كريا ليسون كريا فلوغ يسون امين اسموي رو استيمي تانيا كوني والغم باسمو وبرك القديس حزقية الملك والنبي وبرك القديس العظيم الانبا انطونيوس وبرك كل قديسي هذا اليوم وبركة صوم القديسة طه العذراء أم النور مرت مريم بركة مقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم وهبتهم فلتكن معكم يا أبا أختي أمين بإخريستوس بن نوتي أمين أسشو أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا يا رب سلامك كرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. فضلوا استريحوا في الثلاث دقايق اجدل يا رب سترك علينا على باب كنيستك مفتوح أمام وجوهنا عمر الدور والإزمان آخر كل زمان شفاعة القديسة الطاهرة العذراء أم النور مريم. أقعد دقيقة واحدة بس حط البشارة جوه. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة فرحانة خالص خالص بيكو فرحانة خالص إن إحنا بنعمل إحنا بنصلي إيه دلوقتي النهضة بنصلي إيه إحنا بنصلي عشية عادية خالص بس إحنا في العشية دي عشان هي جاية في الصوم العذراء مريم بنعمل الزفة بتاعة العذراء مريم. كلمة النهضة الروحية معنى كده ان احنا يعني عايزين ننهض تمام روحيا. يعني ممكن انا اكون مش بصلي في البيت بصلي لما باجي الكنيسة بس ممكن اكون بصلي ابانا الذي بس في البيت ما بقولش فلنشكر صانع الخيرات ويرحمني يا الله كعظيم رحمتك صح؟ ممكن اكون مش بصلي. الصيام مش معناه ان انا ما اكلش الجبنة ولا الفراخ ولا اللحمة ولا اغير اكل باكل. لا ده مش اسمه صيام. ده ما اسموش ايه؟ صيام. اسمه تغيير اكل باكل. كنت باكل فطاري بقيت انسان نباتي. عارفين اللي بيعمل دايت بيعمل عشان يخس ممكن يبقى انسان نباتي ما يكلش اي حاجة لا لحوم ولا ياكل بيض ولا جبنة ولا يشرب لبن ولا الحاجات دي كلها. لكن انت مش من في الصيام مش معناه ان ابقى انسان نباتي. الصيام معناه ان انا ما كنتش بصلي ابتديت اصلي
على الاقل ما كنتش بقول غير ابانا الذي، يبقى ازود شويه احفظ اقول فلنشكر سامع الخيرات. واحد تاني شاطر يقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. واحد تاني بقى اشطر يقول مثلا طلبت اخر كل ساعه ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. ممكن واحد بقى اشطر واشطر واشطر يبتدي يصلي مثلا ايه صلاه باكر، ويبتدي ياخد مزمور من صلاه باكر زي مزمور طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة ده انتوا حافظين، ده انتوا شاطرين خالص. طيب هو انا حفظت المزمور علشان اخد الهدية في المهرجان، ولا حفظت المزمور عشان اصلي بيه؟ عشان اصلي بيه. برافو عليك. يبقى احنا بنحفظ سواء كنا دخلنا المهرجان، سواء كنا بنحضر مدارس الاحد، مش الهدف اخد الطايو وخلاص كده باي باي يا ميس وباي باي يا مستر، لا مش ده الهدف. اوعى تفتكروا الهدف في المهرجان اني اخد الكاس. ممكن نقعد كويسين يا حبيبي احنا في الكنيسه ببيتك يا رب تليق القداس، احنا قاعدين نسمع كلمه ربنا تمام. مش الهدف ان اخد الطايو واروح معرض الصفات واغير الصفه بالايه بالهديه وخلاص كده، لا مش ده الهدف بتاعنا. دي حاجه بتشجعك ان انت ايه المزمور اللي انت حفظته تصلي بيه في البيت. وانت ورايح الكنيسه مثلا، الكنيسه علمتنا نحفظ مزمور فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب ايه نذهب. يبقى احنا المفروض نعمل ايه واحنا رايحين الكنيسه الصبح او بعد الظهر او رايحين العشيه؟ وانا ورايح الصبح بقول فرحت بالقائل، بصلي وانا وماشي بصلي، وانا وقاعد بصلي، وانا في الكنيسه بصلي، وانا في المدرسه بنحصه وحصه بصلي. ايه المشكله؟ مش بابا يسوع قال صلوا كل حين ولا تملوا؟ يعني نصلي في كل وقت، عندنا وقت احنا نصلي نصلي. انا هتكلم في دقيقه واحده عن الفرق ما بين شيريني ماريا. يعني ايه شيريني ماريا؟ يعني السلام لك يا مريم، صح؟ بنقول شيريني ماريا يعني السلام لك يا مريم. بس دي شيري معناها السلام لك يا مريم. طب ما ابونا بيقول ايريني ايريني باسي، بالعربي معناها ايه؟ السلام لكم. طب ايه الفرق ما بين ايريني باسي وشيريني ماريا؟ ما ده سلام وده سلام، ايه الفرق؟ عارف الفرق؟ برافو عليك. طب وايريني باسي؟ بنسلم برضه بس معناه ايه؟ انت قلت النص صح. حد عنده اجابه؟ ها؟ عشان الوقت انا هجاوب خلاص. لما نيجي نقول للعبرة مريم شيريني ماريا، زي ما اخونا الحلو الجميل ده اسمك ايه كارلوس قال اجابه جميله، قال تحيه، يعني بسلم للعبرة مريم زي ما بسلم على اي حد بقول له ازيك عامل ايه. العبرة مريم بتسمعنا ولا مش بتسمعنا؟ وبتجاوب ولا مش بتجاوب؟ طب افكركم بالقصه بتاعت مريمينا لما مامته دخلت الكنيسه وكانت عماله تعيط وتبكي، انا ما خلفتش وعايزه اجيب بيبي يا عذرا، عايزه اجيب بيبي، اديني بيبي يا ماما يا عذرا. وقعدت تبكي قدام صوره العذرا، العذرا من الصوره نطقت واتكلمت وقالت ايه؟ امين. قالت ايه؟ اول لما سمعت كلمه امين ألف ميم يه نون، قالت نفس الحروف دي بتاعت مينا، فجابت القديس العظيم مين؟ مريمينا العجيبي. يبقى العذراء مريم لما بقول لها السيد يا ماما عذراء، هي كمان بتسمعني. احنا مش بنيجي بنكلم الصور وخلاص، لا احنا بنصلي وواثقين ان صلاتنا مواصله لربنا. ده عباره عن ايه؟ ديالوج، يعني واحد بيكلم واحد، محادثة، مش مونولوج، مش حاجة من طرف واحد انا بتكلم واللي قدامي ده مش سامعني، لا
ماما العذراء سامعاني، عشان كده لما نخش نلاقي استاذ ازيك يا ماما العذراء. كان في واحد في الصعيد اسمه عم عباس الغالي، اسمه ايه؟ ده كان راجل بتول عايز زي الرهبان، تمام؟ وكان معانا معلم هنا في الكنيسه كفيف الله يرحمه، كان اسمه المعلم عادل. المعلم عادل ده قالها لنا واحنا صغيرين، قال لك عم عباس الغالي ده كان قديس بيصلي للقديسين والقديسين كانوا بيردوا عليه. فكان داخل الصبح ومسك المعلم رايحين يصلي القداس، واما رايحين يصلي القداس داخل الكنيسه من اول الكنيسه، اما انا يا رب اسجد امام هيكل. كنت داخل الكنيسه برعب وبخوف ومخافه برشم الصليب. اول لما عدى عدى على صوره مريمينا يقول صباح الخير يا مريمينا، صباح الخير يا عم عباس يا غالي. مريمينا رد عليه والمعلم عادل ايه مش شايف لكنه ايه سامع، راح معدي على مثلا ماري جرجس، صباح الخير يا ماري جرجس، قال له صباح الخير يا عم عباس يا غالي. راح معدي بقى عند مين؟ ايقونة الملاك ميخائيل، صباح الخير يا ملاك ميخائيل، قام قال له صباح الخير يا عم عباس يا غالي. وبعد كده راح عند صوت العذراء قال لها صباح الخير يا ام النور، قالت له صباح الخير يا عم عباس يا غالي. وبعد كده راح سجد قدام المذبح وقال صباح الخير يا ملك المجد، راح سمع صوت بيقول له ايه؟ صباح النور يا عم عباس يا غالي. راح المعلم عادل راح وقع من طوله من كتر المخافه، عمال يسمع صوت مين؟ القديسين بيصبحوا على مين؟ على عم عباس غالي، الرجل القديس البركه اللي كان بنى الكنيسه ساعتها في جرجه فين؟ في الصعيد. يعني انا لما باجي اصلي ابسلم على القديس، القديس بيسمعني مش بيسمعني؟ بيسمعني. ده اسمه شيري. لما نقول شيري ني ماريا معناها السلام لك يا مريم، ده سلام ايه؟ التحية. ابونا بقى لما يجي يصلي يقول اشليل، يرد عليه الشمس يقول له ايه؟ يعني ايه اشليل؟ يعني بقول له صلي. ايه بروسه في كيس تستي؟ يعني للصلاة قفوا، بيكلم الشعب يقول لهم يلا اقفوا هنصلي، ما ينفعش تصلي وانتوا قاعدين، يلا اقفوا. فابونا يقوم رشم الشعب يباركهم ويقول لهم ايريني باسي. معناها ايه ايريني باسي؟ سلام برضو، بس السلام ده سلام ضد الخصام. يعني ما ينفعش نصلي مع بعض متخاصمين مع بعض، جايين القداس نصلي من غير ما نكون ايه؟ مش متخانقين وشايلين من بعض، صح؟ بنصلي ايه؟ في محبه في قلوبنا نحو بعضنا، نحو ايه؟ نحو بعض. عشان كده بابا يسوع قال لو انت متخاصم مع حد اوعى تتناول، روح اصطلح الاول مع اخوك وبعد كده ارجع ايه؟ اتناول، سيب قربانك على المذبح وروح. عشان كده ابويا بيقول ايه؟ السلام لجميعكم، يعني مفيش حد متخاصم مع حد. سلام ايه؟ محبه. تمام؟ يبقى شيري ني ماريا ده سلام ضد الخصام، ايريني باسي ده سلام اخطيت، شيري ني ماريا ده سلام التحيه، سلام الفرح. عشان كده احيانا بتترجم افرحي يا مريم، شيري ني ماريا يعني افرحي يا مريم او السلام لك يا مريم. وإيريني باسي معناه سلام إيه؟ ضد الخصام. كل سنة وانتوا طيبين. المرة الجاية كل واحد يقول لصاحبه يجي يجيب معاه 15 20 واحد من أصحابه عشان نحضر مع بعض الإيه؟ النهضة الروحية بتاعت ماما العذراء. أقف ونصلي عشان نمشي بسلام. وأخيرا يا رب وليس آخرا بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء أم النور مرت مريم رئيس المجد الجليل ميخائيل، اسمعنا يا رب لما أقول لك بكل الشكر قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خين فرام إيم فيوت ميم بشيري نمبر نغمة إس أواب ونوتي إن أوت آمين. والآن محبة الله.